يمثل السيد محمد عبد الله حسن لحظة فاصلة في التاريخ الصومالي، يعني عندما وقعت هذه اللحظة تغير كل شيء. هو من طرح أن الشعب الصومالي له الحق في أن تكون له دولة ذات سيادة ويحكم البيت من أهل البيت. محمد عبد الله حسن he was as the British records have said he was the most implacable enemy of the British Empire for 20 years. فحيان وحد ما جت من دي قلبي دي لوكن قاعده الدكتور ان فكر فربدان iyo waxay yiraahdaan magacyo farabadan oo qalaado anu gaaran ma imaan maar mulla miyo aha fikr noo caasaban seedo arata bal ka warhan ta ad maar mulla markaan macneyno oo wadaadku waalna sax marka ma ninka dhulkiisa difaacanaya waalna mise kuwa u yimid ee raba inay dhulkiisa qaataan oo gumeysiga ku maamulaan keeba waal markii adiga dadku idin لما توفي السيد محمد بن عبد الله حسن حاول المستعمر محو آثاره وآثار جيشه المسمى بالدراويش ونشروا حولهم مقابل ذلك أكاذيب كثيرة وبعد مرور 34 سنة على وفاة السيد انتابني شعور ممزوج بالوطنية والدافع الديني لكتابة تاريخ السيد والدراويش بعيداً عن رواية المستعمر البريطاني من خلال مقابلة من تبقى من الدراويش وتوثيق ما نقل عن السيد من قصائد تحكي قصته وقصة جيشه waxa ay uu ninkaasi u taray Soomaalina wax ma garanaysaa in la qiimeyn karo ma wax weyn aan isleenahay anagu aad ka tarteen aan isleenahay in aan la ururiyo horta gabayadiisii iyo wixii uu ku cabirayay ama uu ololaha ugu sameynayay ama uu dadweynaha ku yacni dhiiri gelinayay ama uu wax وحسوس يدي رجلين يدقال جلين انت ما انو انان وحكا قيب قال لي انو او جامعة او عيسى او هرموت كاها نين حوليه سي او دن قليه انو دعميو ارورنتا يو كيتكا قبيدي محمد عبد الحسن أو جامع عمر عيسى يعتبر الجزء الناقل للتاريخ الصومالي خاصة تاريخ الدراويش لأنه التقى بشهاد العيان التقى بالرجال اللي كانوا دراويش التقى بالأسر اللي كانت يعني حوصرت في تلاح التقى الشعراء التقى الدراويش أنفسهم التقى بالخواص فكان ديوانه ديوان جامع لنا لفكرة الدرويش في الديوان ونشف عام 1971 ولد السيد محمد بن عبد الله حسن قرب مدينة بوهودل شمال الصومال عام 1856 ومع أن بعض الباحثين كتبوا أن ولادته كانت عام 1864
إلا أن أشخاصاً من الدراويش الذين قابلتهم ينفون ذلك، وكانت والدته من قبيلة الدولبهنتي المرموقة. قرآن كمركو وادبو باللعبي يعرض نمديسي قرآن كمركو لما يستينا قيده جامع عدن لوها قيدها هاي اللي تجي تري وكتب تلقى أخرين تري نحوها يصرفها يو مارت كتاب كفير لقاها يا تفسير قرآنك يا حديثته. في مرحلة مبكرة من شبابه احتل البريطانيون شمال الصومال وجعلوها مستعمرة لهم، وتبع الحملات العسكرية على البلاد حملات تبشيرية كثيرة أطلقتها إحدى المنظمات المسيحية المهمة. وقد بدا للسيد محمد بن عبد الله أن البلد قد تم الاستيلاء عليه وأن الدين الإسلامي قد أصبح مهدداً. Before the Mullah, what we have is this imperial context where the Somalis who live in their land, they have been divided between the French, the British, the Italians, but also the Ethiopians as well in the Ogaden. And so that is the situation in which the Mullah finds himself in. The Somalis get squeezed in between. I mean, like, until the mid-19th century, I think there was Somalis were living in the Horn of Africa without any centralized rule. They were a society without any centralized political authority. You had local, you had sheikhs, and you had traditional leaders, but there was no king for Somalis. في هذه اللحظة كان لابد من بروز رجل يشبه السيد محمد عبد الحسن. يعني هي اللحظة تشبه صلاح الدين أو عمر المختار إن صح التعبير. في عام 1892 قرر السيد محمد بن عبد الله حسن الخروج للحج، وسافر معه 13 رجلاً من أقاربه ورفاقه. وهناك سمع لأول مرة عن الحرب في السودان التي يتزعمها محمد المهدي ضد الاحتلال البريطاني، وكثيراً ما سمع عن الجهاد وفضل مقارعة الاحتلال، كما أنه التحق هناك بمجالس الطريقة الصالحية الصوفية وأخذ ينهل من علومها حتى غدا واحداً من مريديها، وظل ملازماً لحلقات العلم في مكة عامين كاملين لينصحه مشايخه بالعودة إلى بلده ودعوة الناس وتثبيتهم على دينهم. فعاد مع من تبقى من رفاقه مروراً بعدن التي مكث فيها عدة أشهر. عظم بالغرفة عيبا هكذا مات مولا مات مولا انجلس هو بحيين. مركز صومالي بقى براقالي كشتغن جل مال بسوكا وعظم وبراقالي يا براقا مركز صومالي بقى سريع بصوالي كان ولاد كإلا حري جاي عسكا سوشي دينو قال كان لحظة تجمعنا يا حي جاني بقى يجي أنا أسوسي ديني وكان يقول هيز إمارك مولا. وصل السيد أخيراً إلى موطنه الصومال قرابة عام 1895، وبدأ فيها مباشرة بدعوة الناس وتعليمهم لتبدأ مواجهته مع الاحتلال من جهة، ومع بعض الشيوخ والطرق الصوفية الأخرى التي كانت منتشرة في البلاد مثل القادرية والأحمدية من جهة أخرى، لأنهم من وجهة نظر السيد لم يقدموا نموذجاً جهادياً مقاوماً لوجود الاحتلال. قام السيد بإطلاق تسمية الدراويش على مريديه، وأعطى كل واحد منهم لفيفة وإزاراً بيضاوين ليتخذوهما لباساً رسمياً لهم، وبذل كافة جهوده لنزع النعرات والخلافات القبلية بين الناس، معززاً الولاء والانتماء للدين
عوضا عن القبيلة، ليكون هذا المركز بمثابة المكان الذي أسس فيه السيد ما يعرف بجيش الدراويش، الذي بلغ قوامه بحلول عام 1899 قرابة 5000 مقاتل. He went back to the area where he was born, to his mother's land, so to Dulbahante area around Buhotle, and that's where he established his own followers. I think between 1897 and 1899, for 2 years, he managed to establish a large following in the area. Then I think he wrote a letter to the British in Berbera saying, either you withdraw or we are going to have a fight. And I think this is then, you know, this is where the anti-colonial uprising started. في أبريل 1901 انطلقت الحملة الأولى. أصدرت الحكومة البريطانية أوامرها إلى الكابتن سوين، القائد العسكري لقاعدة بربرة البريطانية، لتجهيز قوة عسكرية تضرب جيش الدراويش وتقتل أو تأسر زعيمهم الملة. وبالفعل انطلقت الحملة في مطلع شهر يونيو حزيران لضرب جيش الدراويش في معقله قرب لسعنود. وبمجرد علم الدراويش أن القوات البريطانية تمركزت في منطقة آف بيكلي، هاجموهم داخل معسكرهم. وعندما أصبحت شمس يوم الثالث من يونيو في كبد السماء، كان القتال ملتهباً. لم يهتم الدراويش بالموت الذي كان يعصف بهم، بل كانوا يندفعون بجسارة كبيرة للنصر أو الشهادة. حتى اضطر الإنجليز أخيراً إلى سحب قواتهم ومغادرة المكان مهزومين، زاعمين لاحقاً أنهم قتلوا 200 من الدراويش، وهو زعم كاذب. فلم يفقد الدراويش أكثر من 70 رجلاً في أعلى تقدير، ونجحوا في قتل 70 من القوات البريطانية. The Mullah is Muhammad Abdullah Hassan. He is noted as a significant religious figure by the colonial authorities, by the British, by the Italians, as soon as he comes back from Mecca in the 1890s. And when he decides to launch his jihad, and he launches it against not just the British, but against the Ethiopians, who are Christian, and against the Italians, who are also Christian, and against the British, this is noticed by all these authorities. When it becomes significant is really in 1901, where he manages to defeat a British military expedition. الحملة الأولى سأسميها حملة الصدمة للبريطانية. صدموا في الحملة الأولى من قوة الدراويش، قدراتهم العسكرية، قدرتهم على استخدام الجغرافيا لصالحهم في المعارك، شبكات الإمداد التي كانت لديهم في الحصول على السلاح، في التجارة، في التواصل مع الدول، نظام الاستخبارات الذي كان يمتلكه الدراويش. فوجئ البريطانيين بهذه القدرات العسكرية، هم عرفوا في هذه اللحظة أنهم لم يعطوا الدراويش حقهم الحقيقي، وعلموا أن هذا الخصم خصم عنيد. لم يحتمل الحاكم العسكري البريطاني في بربرة هزيمته أمام الملة، فقام بتسيير حملة ثنائية في غضون شهر واحد لمواجهة الدراويش من جديد، بعد أن عرفوا بوجود الملة في منطقة فرددن. وبالفعل في 16 من يوليو تموز 1901 هاجمت القوات البريطانية مركز الدراويش في فرددن، إلا أن الدراويش كانوا قد علموا بالهجوم بشكل مسبق وغادروا المكان قبل ذلك ليداهموا الإنجليز بكمين محكم.
وكانت الحرب مزيجاً من الاشتباكات النارية والاشتباكات بالأيادي، مما اضطر الإنجليز لمغادرة المكان دون تحقيق أي نتائج، بل على العكس من ذلك، فقد تمكن الدراويش من اغتنام مجموعة بنادق إنجليزية، وحاولت الإدارة البريطانية نشر دعاية تحكي فيها عن هزيمة الدراويش، إلا أن الدراويش خرجوا من تلك الواقعة منتصرين. على طول بدأوا في الحملة الثانية، لكن برضو واجهوا فشل في تحقيق الأهداف للاستعجال في البحث عن حل جديد أو حل لهذه الحملة. يعني الحملة الأولى كانت حملة الصدمة، الحملة الثانية كانت محاولة لاستعادة الكرامة واستعادة ماء الوجه، ولكن الحملة هذه واجهت نفس الإشكالية. هنا البريطانيين تعلموا الدرس. كانت أخباره تنقل دوليا، يعني صحيفة نيويورك تايمز في أرشيفها حوالي معظم 50 قطعة أو خبر عن السيد، من ضمنها القصاصات هذه. طبعا الإنجليز كان يطلقوا عليه الماد ملة، استطعنا نقول يعني الملة العاقل، يهدد بربرة. هذه في شهر 5 مايو 1901 في القصاصة هذه، الماد ملة أجين لاست ستاند، يعني المعركة الأخيرة معاه، هذه في عام 1901. يعني كان الإنجليز متوقعين أنه سيهزمون السيد في شكل سريع جدا. إذا نظرنا إلى هذه، الماد ملة تم هزيمته 18 يونيو 1901. طبعا الخبر طريقة كتابتهم خاصة فيهم، لكن الفكرة من هذه أنه السيد كان رجل يتم متابعة أخباره بشكل عالمي للجمهور العالمي، وهذا يجعل منه يعني له صفة عالمية وليس أيضا صفة فقط محلية. I feel very excited because it's my first time and I always wanted to come here to visit the Talleh base. So I always ask myself, I want to know more about him. I want to read more about him. I want to see maybe people that was there at that time. I feel it's mixed feeling. Yeah, I feel like that I'm meeting my grandfather already. I have that feeling that I'm going back to my roots. I don't know how to explain, but I have a lot of mixed feelings. Exciting, happiness. عرف البريطانيون أنهم أصبحوا أمام قوة لا يستهان بها، وأن الملة ليس مجرد متمرد يمكن اجتثاثه بسهولة. وفي الحملتين التاليتين على مدار عام 1902 حتى شهر أبريل من عام 1903، قرروا أن مواجهة تمدد الدراويش وشيخهم السيد محمد بن عبد الله حسن ليست واجبهم وحدهم، لكن الدراويش الذين كانوا يمتلكون المعلومات بشكل مسبق كانوا قد بدأوا بالتجهيز لهذه المواجهات. The colonial enemy were not only the British, but the colonial enemy were also, of course, the Italians, but also Ethiopia. I mean, this should also not be forgotten from a perspective of the Darwish. Ethiopia was as much a colonial power as was Great Britain. So I think this is one of the legacies. I mean, this kind of, if you like, cross-clan alliance, or if you even want to say like a pan-Somali struggle. هنا كان الاستعداد أفضل، في تفاهم مع الإيطاليين، في محاولة تفاهم مع القبائل، في تسليح أفضل. سنرى لأول مرة الماكسيم غانز والأسلحة الرشاشة اللي ما كانت موجودة قبل، فسنرى استعداد أفضل من البريطانيين. لكن الدراويش كانوا أذكياء، كانوا يتواصلون مع الأتراك في الحصول على الأسلحة، كانوا يتواصلون مع جيرانهم في من القبائل التي تشتري الأسلحة من الفرنسيين، فكانوا يتواصلون معهم لشراء أسلحة بطرق أخرى. كانت الغنائم الحرب نفسها كانت تعطيهم أسلحة، فكان الدراويش ما كانوا ناس يعني درويش مع الدرويش المسكين الغلبان، كانوا لا، كانوا عسكريا حاضرين، كانوا يقرؤون العدو وكانوا يحاولون استخدام أفضل ما في إيدهم في كسب هذه المعارك. كانت الخطة التي تكررت في الحملتين هي أن تشن الجيوش الثلاثة هجوما كاسحا
ينهي وجود الدراويش كقوة تهدد مصالحهم، ولكن الدراويش بالاعتماد على ما كان يصلهم من معلومات قرروا أن يهاجموا الجيوش قبل أن تبلغ أهدافها وقبل أن تتقارب من بعضها، حيث قاموا بعزل القوات الإثيوبية فور خروجها فهاجموها وغنموها واضطروها للانسحاب، وكذلك فعلوا مع القوات المبعوثة من الإيطاليين. في 16 من أبريل نيسان 1904 أدركت القوات البريطانية أنها أصبحت وحيدة، وعلى الرغم من الأسلحة الثقيلة التي امتلكوها إلا أن قوات الدراويش اقتحمت معسكرهم وقاتلوهم بالبنادق الخفيفة والأسلحة البيضاء، وما هي إلا ساعات حتى خرست المدافع وكشف انجلاء الغبار عن مقتلة كبيرة وقعت في صفوف الجيش البريطاني، فقتل منهم أكثر من 200 جندي وثمانية ضباط، ولم ينجو منهم سوى 41 رجلا. لكن في مقابل ذلك خسر الدراويش خلال هاتين الحملتين أعدادا كثيرة من المقاتلين، وتوترت علاقاتهم مع بعض القبائل التي كانت تذهب بولائها للقوات الاستعمارية الثلاث. There are at least four or even five military expeditions sent against him. They're all defeated. These British forces are all defeated, and so he's become this really big figure of resistance in Somalia among Somalis, but also in, you know, the wider African context. So he has this very significant record of victory against the British, which is very unprecedented in this part of Africa at the time. مركا لن كيلوش قبل عبد الحسن حقي وطن مضى حقي قال دفاع حقي الحرينتا حقي الدينتا محايري سومالي قبل البهد مها لأولا لكي صوق على حرونتا بدكو ياري حرونتا صوق على مضحوحي راجي عمامت بو أسمين أيي وحمارت كتبه دلويش باتي قبيل يقوط المي وشياسوك مارتا. الثالث عشر من يونيو حزيران 1903 من محمد بن عبد الله حسن إلى الإنجليز، فلتسمعوا خطابي ولتعوه جيداً. لقد حاربتكم طوال عامين دفاعاً عن ديني وبلادي، فإن كنتم أهل سلم وتسعون للصلح اتركوا لنا بلادنا، فإنكم إن غلبتمونا لن تستفيدوا منا شيئاً، ولن ترثوا منا أرضاً خصبة أو بساتين ولا دراهم أو دنانير. أرضنا بادية ما فيها غير المراعي والأعشاب والمواشي والشمس التي ستحرقون بلهيبها، وإنكم إن قتلتمونا فنحن شهداء في الجنة خالدون، وإن إن قتلناكم فأنتم في النار تحرقون، فإذا اخترتم الحرب فهي لكم ولا تلوموا إلا أنفسكم. So I think what we see is that after 1904-1905, Muhammad Abdul Hassan has this really this really amazing record of rebelling against the British and defeating them in fight after fight after fight. And then where it becomes significant, I think, that the British sign a treaty with Hassan, with Hassan and the British and the Italians, and they say, right, well, we can't defeat you, but can you go to the Italian part of Somalia, and then we will leave you alone. The Italians say, well, you can do this, we will leave you alone. And he agrees to do that. So he does that. طوال عام 1904
بذل الإيطاليون جهودا كبيرة لعقد اتفاق هدنة مع السيد محمد بن عبد الله حسن يشمل الجانب البريطاني والإثيوبي. وبعد خسارة موجعة تعتبر الأولى تكبدها السيد في معاركه الكثيرة ضد البريطانيين عام 1904، وافق السيد على الحوار من خلال مبعوثيه مع الجانب الإيطالي على أن يكونوا هم الضامنين لالتزام البريطانيين والإثيوبيين بالمعاهدة. وبالفعل وقعت كافة الأطراف اتفاق هدنة طويلة الأجل، وتم منح السيد وجيشه مناطق ممتدة على الساحل الصومالي الذي كان يخضع للاحتلال الإيطالي. واتخذ الدراويش مدينة أيل على ساحل المحيط الهندي عاصمة لهم، وبنوا فيها حصنا منيعا عام 1905. واستغل السيد مرحلة الهدنة لإعادة جمع الصفوف ومحاربة القبائل التي تعاونت مع البريطانيين وبناء القلاع والحصون العسكرية في كافة أنحاء الصومال. وفي مقابل ذلك استمر البريطانيون بدعم وتسليح خصوم السيد. You have very few remains of Somali, I mean historical remains in Somalia. And I mean you have a couple of interesting buildings, very important buildings, which go back to the Darawish. You know, in Ail, also in Milisho, also in Gambare, near Las Arnot. So you have in the whole, if you travel northern Somalia, you have only a few places where you have historical buildings, you know, and many of them go back to the time of the Darawish. السيد ترك 52 قلعة عسكرية. عدد المعارك العسكرية التي خاضها سواء بوجودها أو بوجود الدراويش 270 معركة أو مناوشة عسكرية، 41 مدينة صومالية أسسها الدراويش وما زالت مأهولة بالسكان. عدد القصائد اللي تركها لنا فوق 120 قصيدة تم جمعها في ديوان أو جامع العمر عيسى رحمه الله. هذه القصائد من كنوز التاريخ. We are nearby the castle of Talah. You will see a lot of soldiers because we are very close to the conflict area of Las Anod and between Las Anod and Talah. We're just going to go into the castle and see more of the story. حفلت فترة الهدنة بتجاوزات عديدة مارستها كافة الأطراف الاستعمارية، كما حفلت بمواجهات دامية ما بين السيد وبعض القبائل الصومالية المدعومة من الجهات الاستعمارية. وبناء على ذلك قرر السيد في عام 1909 نقل عاصمته وثقله العسكري من أيل إلى عمق المنطقة الصومالية في صول شمال الصومال، وهناك أنشأ عاصمته الجديدة تله، وهي عبارة عن أربعة حصون منيعة، أولها وأكبرها هو السلسلة. وهو المقر الرئيس لقوات الدراويش المقاتلة، يتسع لألفي جندي وخمسة آلاف من الماشية. أما المبنى الثاني فيسمى الفلات، وكان مقر إقامة السيد. والمبنى الثالث دار إلالو، وهو برج المراقبة. والمبنى الرابع أصغرهم هو مبنى داود، وكان مقر الضيافة الذي ينزل فيه الضيوف الأجانب كالأتراك. هذه المباني جعلت الدراويش محصنين ضد أي شيء يأتيهم من كافة جهات الأرض. مركز إكتتقاب كايون سنتهاي
iyo istaraatiijiyada loogu talagalay waxyaalo cajaa'ib aad ku arkaysaan. Waa qalcad loo dhisay nooc istaraatiijiyadaanu xilligii la dhisay markaad eegtay aad ula yaabaysid oo loogu talagalay dagaal. Waxay leedahay gudaha ku leedahay ceelal biyood oo ka qodan oo dhowr ceel ah oo dee markaa daraawiish ka cabi jirtay. Waxay leedahay meelo laga dagaalamo. Gidaarkeedu wuxuu isu jiraa ilaa 2 mitir iyo bidh balcis. Waa dhismayaal aad u cajaa'ib ah oo taariikhda Soomaaliyeed hore loo aqoono ku cusub oo ah dhaxal uu sayid ka tegey. Qudbiyadu iyagu waxa weeye waa xabaalo. Qudbi waxaa ku aasan Cabdulla Xasan oo sayidka aabihiya. Qudbina waxaa ku aasan Caraseed magan oo hooyadiisa. Qudbina waxaa ku aasan sida la hubo xaaskiisii. Saddexdaa qudbi ee kalena kulley waa daraawiishta uun raggii ugu hormudsanaa baa laga yaabaa. In the context of what is happening in the broader British Empire, we see the British, and at the time, this is 1909, Winston Churchill is one of the key officials involved in these decisions. He says, right, the British, we're going to withdraw. We're going to concede that Hassan is in control of the interior of Somaliland, and we will just let this happen. بعد التحصينات الكبيرة التي بناها الدراويش في تلح استمرت حالة الهدوء النسبية ما بين الدراويش والبريطانيين، لكن في عام 1913 قرر أحد الضباط الإنجليز ريتشارد كورفيلد أن يتجاوز التعليمات الصارمة التي أصدرتها الحكومة البريطانية بعدم الاشتباك مع قوات السيد حفاظاً على الهدنة، وقام بمهاجمة إحدى التكوينات العسكرية التابعة للدراويش، ولم يعلم أن كميناً محكماً كان بانتظاره. وفي صباح 9 أغسطس اشتبكت قواته مع الدراويش، وما هي إلا ساعات قليلة حتى انتكست حاميته وتم إقطاعه ثم قتله، وهي لحظة تاريخية مجدها السيد محمد بقصيدة خالدة تصف مقتل كورفيلد. كوفيلو جيت يا اندوني ذا تشوغين عليك اجدك لقوق وذي جميع الان ذي جهنم لقيه وذاخر جهنم تقال كبير دقال دو oo sidaas ah oo fardhidin iyo beerdhiga dagaalo isku xigay ahaayeen iyo maaragtay jidbaale intaasuba dagaalo isku xigiga oo ka dhacay deegaamadaas ciid ee sool laasad dagaalkii guushii ugu weyneyd la dhihi karayo wuxuu ahaa dagaalkii ruuga ee Koofi lagu dilay dagaalkaas oo maaragtay إن الدين أن دول مذوبي ما شاء الله روك الله What we see in the First World War, so the British, they largely retreat from Somalia. They retain their control along the coast, but because of the First World War, most of the British, they go to Europe to fight. 30 أبريل 1920 سيدي يشرفني أن أقدم هذا التقرير بخصوص العمليات التي تقوم بها قواتنا ضد قوات الدراويش الموالية لمحمد بن عبد الله حسن إثر قرار حكومة جلالة الملك في فبراير 1915
بشن عمليات هجومية للتخلص النهائي من قوة الدراويش. Once the First World War ends, the British are thinking, how do we get rid of the Mad Mullah? Then we get Winston Churchill coming back again, and he's the Secretary of State of Colonies at this time, and Churchill suggests, why don't you use the RAF, the Royal Air Force? The first morning, January 19, when they flew from El Watt around Elef Wing and started bombing, throwing shells on those innocent families who were living there. My family consisted of 11 individuals, 9 children and their parents. My great-grandfather, Dahar Bilal, and my great-grandmother, Ugaso, both of them died as a result of the British Royal Air Force's bombardment in Tlaih. The survivors from the British aerial bombardment of the Dulbahante clan, who were the vanguard of the Dervish movement, have no first cousins. Thanks to the British government who did this to my people. I feel home. I feel very much attached. I feel like I belong here. My roots are from here. I'm happy and at the same time a little bit of emotional of sadness because of what happened here. It was destroyed by airstrikes, bombed. They killed so many innocent people just by protecting their land, you know. They didn't invade another country. They were here, their homeland, and they just killed them because they just want to take over the land. He was not a mad mullah. They were a mad people because he was he was in his country, you know. They one who came and invaded them, and they were the one who was acting madness. حركة دراويش في ذاك الوقت كانت تواجه تحدي حقيقي، ولكن كانت تستطيع الصمود لولا وجود سلاح جديد ألا هو سلاح الجو. كان هذا الشيء فعلا يصعب على العقل الصومالي في هذه اللحظة التعامل معه. لقد حان الوقت للتقدم النهائي. يعاني السيد من حالة تذبذب واضحة بين صفوفه، كما أننا عقدنا تفاهمات مهمة مع بعض القبائل الحليفة والقريبة من منطقة الدراويش الحالية. وهناك بعض العمليات الصغيرة التي سيتم تنفيذها لإخضاع الملة وإسقاط الدراويش بشكل نهائي. أتشرف أن أكون بخدمتكم. توقيع الحاكم جي إف آرشر، 30 أبريل 1920. The big drama at the end of this, and this is in February 1920, is that despite the
British propaganda saying the mullah has been defeated by the combined forces of the Royal Air Force, the mullah escapes. And so then there is this huge anxiety amongst the British about what will happen next, because the mullah has been this incredibly successful resistance leader for 20 years, but he's got away. هذا المكان تسمى يعني الاسم الاصلي كان اندعت باللغه الصوماليه وتعني باللغه العربيه العيون البيضاء ولكن الان تسمى دار بلايا باللغه الصوماليه ومعناها دار البلاء واخذت هذا الاسم لانه حدثت بعض المعارك العنيفه في هذه المنطقه في هذا المكان بين الدراويش وبعض المناصرين والمؤيدين للقوات البريطانيه هذه المنطقة وهذا المكان تم بناؤها بعد سحق السيد أو انتصار البريطانيين عليه وفي تليح بعض المصادر التاريخية تذكر أن البريطانيين عرضوا عليه أن يسلم أسلحته ويستسلم ولكنه رفض وبعض المصادر التاريخية تشير أن بعض العلماء الصوماليين جاءوا إلى هذا المكان إلى السيد وطلبوا منه أن يستسلم لكنه رفض وذهب إلى انتقل من هنا يعني إلى 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 إيمي وحو سمييي سومالي دو كو مهما هذا كدونتا جيد با وحو جيري كدون يهادو كما هذا كوي سينا قبل كيبا كو كجري مدى سوحي عدان كو أهي وقتها إساقا هذا سؤاشن وطهي taraawishta sidii dagaalka loogu qaaday cirka iyo dhulkaba looga qaaday ingiriisku wuxuu sameeyay ciidan Soomaaliya oo rayad la dhaw rayad baa la yiraahdaa 12,000 oo ciidan ah baa la sameeyay oo Soomaaliya walowbeeyay markii horena ingiriisku ka cabsanayay oo wuxuu lahaa hadaad Soomaali hubayso arbay taraawish oo la tagaan hubka marka uu quwad kula dirirta oo meesha ka sameysanta oo xoog badan في نهار اليوم 23 من نوفمبر عام 1920 توفي السيد في منطقة إيمي بعد إصابته بالمرض لستة أيام وفي ذلك التاريخ أيضاً كتبت نهاية حركة الدراويش الذين تفرقوا في أرض الصومال الواسعة And then the end of the story is actually very tragic. The mullah, he escapes, he goes across the border to Ethiopia, but then he dies of influenza. So he's resisted the British and the Ethiopians and the Italians for 20 years, but it is a disease which finally finishes him off. So he kind of wins in the end, but then life catches up with him. I have interviewed and so in Las Anod I met the person, one of the people who were carrying the body. They did a grave and without anybody they buried it and then dig another one and another one and they continue digging so many graves. So nobody could spot out and find that grave. Sayyid Muhammad Abdullah Hassan, dadka dhiigooga u daadiyay inay gaalka iska diidan ee ugu horeeyay East Africa oo dagaalka uu kali ku ahaa. Isagu kali ku ahaa ninkaasiba wuxuu door hayaa
لكن حقيقة واتهس أولا كما مسيحي كرو لو عملنا الزوم عط شوية ونظرنا إلى التاريخ بزمن التاريخ نفسه لم ينتصروا لأن هو نجحوا في القضاء على الحركة لكن لم ينجحوا على القضاء على الفكرة في مقديشو وفي الجنوب تم أخذ هذه الجدوى والبناء عليها للحصول على هذه الدولة التي رأيناها في 1-7-1960 الذي رأها أبناء الدراويش وأحفاد الدراويش في ذاك الوقت أذكر هنا عندما أسأل كبار السن في هذه اللحظة ماذا كان بماذا كنت تشعر قال لي أحد الناس القريبين مني قال لي هذه الكلمة أعجبني امتعاض البريطاني وذهبه بعيدا على الرغم من التفوق العسكري البريطاني الكبير في البر والبحر إلا أنهم لم يستطيعوا هزيمة الدراويش وكان الدراويش يستطيعون أن يمدوا من أجل هذه الحرب سنين طويلة لكن ما قسم ظهرهم هو الطائرات والصوماليون الذين خانوهم marka hore dabko elin ka digi dunar tibise marka higan adaba qadayu idin darintine marka higan dalku idi kuonan kuyo dapsadaye marka iga dusho eden kararise da tavera ye من المؤكد ان اسم الدراويش واسم السيد محمد بن عبد الله حسن سيظلان محفورين ابدا في ذاكره الصومال فالأمة الصومالية تعرف من الذي فعل الخير لوطنه وشعبه ومن الذي تسبب لهم بالموت.